تنتشر في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية والأعمال التطوعية، وهو ما يتفق مع رسالتها السامية في المجتمع الإنساني. إحدى هذه المنظمات هي جمعية كيان للأيتام، التي تعتبر نموذج يحتذى به في هذا المجال برسالتها لتحسين جودة حياة الأيتام ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم من خلال برامج تنموية وشراكات نوعية ليكونوا فاعلين في المجتمع، حيث تنطلق أهدافها نحو مساندة الأيتام ذوي الظروف الخاصة من النواحي الوقائية والنمائية والتأهيلية، وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في مجتمع المعرفة والتنمية الوطنية. رغم العمر القصير لجمعية كيان التي تأسست في عام 2016، إلا أنها حققت إنجازات ورسمت استراتيجية واضحة في مجالات مختلفة، منها التدريب والتأهيل لسوق العمل والمشاركات المجتمعية وتنمية الموارد المالية المستدامة، وبرامج التوعية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والحقوقي للأيتام ذوي الظروف الخاصة. لكن بعد كل هذا، ما هي أهداف الجمعية الفعلية وما هي البرامج المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة؟